السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو عبد العزيز جريس الجريس، جيولوجي معروف، جزاه الله خير وقضى عمره بالجيولوجي، يموت بالحصيان ولا حجر. يلا حي أبو عبد العزيز. الله حي سلم. حياك الله. يا هلا أبو عبد العزيز. إحنا الآن فوق هالحزم. إي نعم. وحصى أسود وأحمر وأبيض ومرو. إي نعم. تأثير أسكاسيد تكوين أسكاسيد حديد ولا وشو؟ إي نعم. إحنا الآن جنوب غزلانة. إيه الآن في الناحية الجنوبية من غزلانة. إيه؟ وهذه طبقة الساق، وهذه أول طبقة الساق. إيه اللي هي عبارة عن حجر رملي. إيه تمتد من جنوب القصيم وساجل على حايل على إيه تيمة على على تبوك. إيه وتدخل في جنوب الأردن، تنتهي في جنوب الأردن. هم هذا حجر رملي، ها فيه متاه، فيه حديد، نسب من الحديد. هذا إيه؟ الحمار ذا نسب نعم حديد. نعم. وفيها وكذلك في قطع لاصقة هذه كذلك، ها. وأحيانا تكون مادة اسمنتية، تكون مادة اسمنتية نعم بين حبيبات. تسلم يا أبو عبد العزيز. إيه تكون الحجر الرملي. نعم هذه تكون الحجر الرملي، عبارة عن حبيبات من الرمل. إيه بينها مادة لاحمة، اللاحمة هذه أحيانا تكون حديدية وحين إيه تكون سيليكاتية. إيه نعم. فكلما تكثر المادة اللاحمة كذلك تصلب الحجر أكثر. أكثر نعم. وتقل النفاذية لأنه هو حجر خازن للمياه الجوفية هذا في المنطقة هذه. إيه نعم نعم نعم. وهذه سماكة الساق حوالي 800 متر. 800 متر نعم طبقته، طبقة الساق من أسفل إلى أعلى. لأن الآن في بداية الساق من إيه؟ جهة الحرة، من جهة الحرة نعم الجنوبية، جنوب غزلانة الشمالي. إيه نعم. إيه ما شاء الله. أجل هذا يعني الألوان هذه تعني ألوان هذه نعم تعني على نسبة والمرو اللي بيدك. والمرو هذا عبارة عن اللي يسمونه الماس. نعم نعم. إذا كان بنسبة شفاف الشفافية أكثر يعني نسبة. نعم إذا كان شفاف أكثر. المنطقة هذه يعني نفسه نعم كوارتز، عبارة كوارتز اللي هو ثاني أكسيد السيليكون. إيه؟ لكن إذا كان شفاف جدا هذا يصقل ويستخدم وسط شفافية ما هي إيه؟ بالحيل نعم. لكن إذا صقلوا هذا يستخرج من الماس السعودي اللي يسمونه السعودي دايموند. إيه؟ نعم. وهو منتشر في المملكة بكثرة. يبينا يعني يوم نزورك في البيت ونشوف إن شاء الله كل أنواع الحصى. نعم عندنا شبه متحف صغير. الله يبيض. حياك الله. هلا 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 هلا. حياك الله. هلا. ايوه ايوه يا ابو عبد العزيز. اي هذه ذي الساق نفسه. إيه؟ يعني في عده الوان، طبقه الساق نفسها الرمليه، الحجر الرملي. إيه؟ في يجي منه ابيض زي هذا ابيض. نعم يسمونه عندنا اكثر المزارعين يقول وصلت الحجر الابيض. إيه؟ وصلت الابيض نعم. إيه؟ اذا كانت الطبقه مغطاه ومحصوره بطبقه اعلى اللي هي حنادر شيل. نعم. فاذا وصل الطبقه هذه يعني طبقه الماء. ويكون لونها احمر احيانا ويكون لونه اصفر على حسب نعم على حسب المعادن الموجوده فيه واللاحمه فيه نفسه. شكراً يا ابو عبد العزيز. جزاك الله خير يا ابو عبد العزيز. نبي نلقى معلومات جيولوجيه ترانا. أمشي. ان شاء الله نبي معلومات. اي حصات تلقاها غريبه نبيها. أمشي. الثانيه بيسالون الناس. جزاك الله خير يا ابو عبد العزيز. نبي نلقى معلومات جيولوجيه ترانا. أمشي. ان شاء الله نبي معلومات. اي حصات تلقاها غريبه نبيها. أمشي. الثانيه بيسالون الناس عنك. ابى احط لهم موقعك بتويتر. حياك الله. الله يجزاك خير وبيض وجهك. حياك الله. جزاك الله خير. هلا.